انت كتقول لي شخصيا انا ما نعلمش الغيب في 2025 شنو التحولات اللي غتكون، انا ما نعلمش الغيب، لكن انا كنقول الان كاينه واحد ديناميه اذا كانت انتخابات غدا، انا كنقول راه حنا دابا هاد الديناميه اللي كاينه راه يمكن نمشيو بها الانتخابات بكل وضوح، يمكن نمشيو بها الانتخابات ونحصل على المكانه اللائقه بنا ونعكسوا حزب العداله والتنميه، يعني المشهد السياسي يعكس الوضع الحقيقي ديال العداله والتنميه. اولا هذا حديث سابق لاوانه، وحتى واحد ما يمكن يجزم او ان يتخرص بهذا المفهوم هذا، كما جرى بعض الحديث ان حزب العداله والتنميه اعلن عن موعد مؤتمره من اجل ان يقطع مع مرحله عبد الملك. هادشي ما كاينش كاع، ما كاينش. وعبد الملك كيرا نقول لك هو الذي تحدث على المؤتمر، هو اللي جا الأمانة العامه، هو اللي قنع الأمانة العامه ليس تحت اي ضغط ولا تحت اي اكراه، قناعه تشكلت لدى القياده الحزبيه الحاليه لدى الأمانة العامه فقررت ما قررته، والمؤتمر سيد نفسه. ان كان الحزب في حاجه الى مستمره الى عبد الملك بن كيران سيعبر عنها في المؤتمر. هذا الشيء هذا ما لا شخصيا انا عندي تقرب الوقت ونقول الراي ديالي.